بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبناها كلها وسيرة اللي بانكا قسمها قد مدهتو يدا دوغا عاصمات يحبناها كلها ديغان كان مضحضة حسبية دا كان عصد جامع برميشن بانو هايستي مساعة واربا اللي قبصدا اولي جامع والكي احمد عبده الرئي لمن لف دبرتي دكتور كينا يلا من أقاشا يكنا ستضع يدل يرى يهوين كميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي أوه إنه كسر قيم قلعي على مسار كا دقة عصمتا معناها إلى ذهاي إن أوه لقب توم مناسبة على مسار واللقى على مسار يدقة يقوله ديجان كه معناها leedahay waxa weeye 8 kadib gudoomiyihii koowaad ee cod shacab ku yimaada iyo gol deegaan oo cod shacab ku yimaada bay noocaa cala masaray wa taariikh weyn wa wax weyn oo lagu faano oo dawladda Puntland iyo shacabkeedu ay gaareen marka hore waan duceynaynaa gudoomiye عبد القادر محمد محمود يكحجان كيسة حمناها قلها ديجانكا حقيها عصب الله سبحانه وتعالى هدي فوضي حلكا عضو قادين عصب الدين كروا بيلان ورمتي مدد أي دورة دو شرتي بدلان اللي هي لواتن كسان الله دكو تلابسة تيهور مروي وايسان كو تلابسة مقالة الصوماليات waxa aad u nasiib wanaag ah magaaladan inay tahay magaalo wanaagsan dad fiican ay degan yihiin hoy u ah dadka reer Puntland iyo umada Soomaaliyeed oo ay markhaati ka tahay inay tahay magaalo Soomaaliyeed inay halkan laga doortay xildhibaan reer Baydhabo taa macnaheedu waxa weeye magaalo Soomaaliyeed xilka caawa master geedi saaxiibkay iyo golihiisa deegaanka sugaya waxa weeye إن أي كذا كان جروا مجاهرة الصومالي يسوق تماطو وقول خدا بدن وقول هرمرسن وقول توم بلان كفي عن وقول نلاش في عن وهكذا غير بدن قب شارين يا إن أي جروا هرت بدن نقطعي مشاريع ده هرمرين تي وول بانكا استيت كوفي عن إن شهيد هذا أي جروا نقطعي مجاهرة الصوماليات مشاريع اللي قليه أي ناتش نقطين أما يقول نقطين تصالح مشاعر الصومالية لقى قبرية كسمايا نبطور نغطي بالأمر تيلهي تاسوحي موتشينا يسا علامات خلية كيدي يحبناها قولها ديگان كلا دورتي وحان لينا معاول لقى بلاب متهي دين حسبيو وحاتيهين حبنيه قولها ديگان كإدق ماذا قلوا الله دورتي ومددانا لقى سوغي هرمر وين حسبيه ضواتك صوب أحدين واتكوت معدين حسبيه ما تهدين وحاتين قلوا ديجان أولئك سجى مجالدين لقى قادنا وضله هدي دقمدو لبس سنة قدام بيجي ومدن كيد تشوجي هرمار كهل كله صوب بندقة أي قادي مدن كسي هرئيسة أرقى كله هليه يدا أي تشوجي لفتو قد هرمار وين أي كتاب تلعب صتاي ما أنتي قلوا ديجان الله دورتي لا ضحي شلو عوحي جاي عو عبد القادر إنه هل كان على مصاري تام معناه وح الله يذكره ما وح وين ولا وح بشارة إن دولتنا أي كجو عن طاي هرمان أنت مجالا ذن وح قرشه إنه يهينا إنه قط مجالا ذا الصومالي سقط معطو لما لك شدو ما أنت الصومالي نيروبي بيجي عيسى ما حرمنا إن الصومالي أردنا يوسف قط جرو ولا تجو ما مرك الله جرب جروي waxaa laga rabaa amaan waxaa laga rabaa dawladnimada iyo horumarka magaalada iyo maayarka oo lala shaqeeyo oo ay garow u bislaato safarkii hadda ugu dambeeyay sabaxan soo maray waxaa la burburiyay dhamaan istareedii waaweynaa ee 5 star hotels iyo ku yaaleen wadooyin boqol boqol mitir baa laga sameeyay waxaan isleeyahay dhaqaalaha la burburiyay billions waa dhayay si magaalada soo qurux badato oo loo ballaariyo magaaladan waxay lahayd odayaal fiican madax dhaqan oo fiican dad qiimo leh oo sul islaam maxamed
سلطان سعيد يرقي كلا هاليه ده هاي دقن كي سياسيين تي هالدور كاها أولي سياسيين تا هاي عن كهوسي كراي حسن الشفارهيو إناي إسلام كو يسلطان كو أودين إناي طريق لان أبا قليل البربوريان يضو عن مركة مامل شرين ماان توي لحي لا تنسانو عاصمت بدلانو تهي إن دوركي دولادا لغا كريواي رير كرو ورداية عاصمت كو أحام ميس دولك وقبا لاران إي دولادا يمان تا أي دولادو دكين تهي مدحوين عبد الرحمن شيخ محمد هلقيسي ساقال سورة قليي إنو دولك أصور لنك قادات رير كرو واحن تهانو لي يضو يمان تا وأنا أقول لك أن أنا 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 si ay garow u noqoto magaalada Soomaaliya oo Soomaali isugu timaado waxa leena ka rabaa inaynu xanuun badan qaadno magaalada lagu horumarinayo annaga dowladaha waxaan naga go'an wax kasto oo garow lagu horumarinayo inaannu maayarka ku garabsiino iyo golaha deegaanka la doortay waayo mas'uuliyadda magaalada iyaga leh annaga dowladu kor waxa naga saaraya iyo Puntland dowladnimada oo dhameystiran laakiin halka magaalada horumarkeed wuxuu saaran yahay gudoomiye Cabdul Qadir iyo golaha deegaanka la doortay laakiin wixii shuruuc lagu fulinayo waxa awood lagu fulinayo waa isla garab taagi doona magaaladan waxa la rabaa nolosheeda inay jabnaato anaga waxaan ballan qaadi doonaa wax kasto magaalo lagu horumariyo magaalo loo dego haday tahay waxbarasho tayo leh haday tahay caafimaad tayo leh haday tahay amaan iyo haday tahay mashaariic horumarineed oo waaweyn waligaa xilligan 2025 waxaan fuli doonaa mashaariic waaweyn oo magaaladan ay dawladdu ka qaban doonto oo waxna mashaariic waaweyn yihiin waxna ay waxyaabo kale ay dawladdu fulinaysaa yihiin magaalada waa magaalo Soomaaliyeed waxaad arkaysaa halka kun guri oo aad u qurux badan iyo 600 dambo lagu daray dadka degan reer garow ma aha walaal Soomaaliyeed oo magaalada amaan iyo nolol soo doontay waxaan rabnaa meel Soomaali oo dhan isugu timaado inay noqoto safarkii u dambeeyay aan Yurub ku soo maray waxaanu meel kasta u tagno ka shaqeynayna in magaaladan ay soo magaalo inay la mataano noqoto oo ay horumarka iska kaashadaan waxa bisha 4-teeda December iman doona oo sida faylkii iyo diiwaankii ay Stockholm caasimadda Sweden ay garow kula mataano lahay oo martigelinteeda Cabdul Qadir gudoomiyaha ay laga sugayo muddo uu joogo leh wax laba reer gudana waxa kale oo yana diyaar ah magaalada Stuttgart oo state-da jarmalka ka mid ah iyada laftigeedu in January 4-teeda ay iman doonaan xildhibaanadii oo iyadana la bilaabi doono magaalada garow inay state-ka caasimadiisa la mataanowdo waxaynu rabnaa qorshayaasha magaalada lagu horumarinayo inay noqdaan kuwa caalamiya inaan guddoomiye safarka joogsan oo maalinba meel u duulayo golayaasha deegaanka u duulayaan iyadoo la keenayo qorshaha magaalada lagu horumarinayo iyo dhaqaale lagu horumarinayo dadka reer garow waa dad sababta keentay marka hore caasimada in loogu doortaa waxay ahayd magaalooyin badan baa ka waaweynaa maalintaas waxay ahayd magaalada dadkeedu dad fiican yahay dadka santar u ah dhaqan fiican leh ismaqal ka jiro maanta dhaqaale inoo kordhay aqoon inoo korortay wax walba inoo kordhay waxaan rabnaa inay Soomaali oo dhan aynu ku mintino meeshan sidii loo iman lahaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa golaha deegaanka shaqooyinkooda Allah u fududeeyo waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo golaha baarlamaanka Jubaland oo maanta doortay shirgudoonkoodii 25-kana dooran doona madaxweynihii 5 sano ee soo socota Jubaland oo Jubaland iyo Puntland ay yihiin mataano bah wadaag iyo ehel wadaag iyo dhiig wadaag intaba ah dadka Soomaaliya isku sii u kaarka jecel la in isteedada kale Soomaaliyeed kufmintidka federaalka iyo dastuurada dawladda federaalka xubnaha in la badbaadiyo aan rajayn doono koonfur galbeed iyo walaalaha iyaga daliska qaaliga ah galmudug iyaguna inay doorashooyinkooda ku dhiiradaan Puntland waxay lafdhabar u tahay Soomaaliya badbaadadeeda Puntland waxay Soomaaliya u tahay
سومالي فضل الله وحوض له وحنا كلا له وحن كلا الرواين أن تذكر رجل بدانو شيعو وحين مانتا وروح ذا بدانا هيساتو كعني دولة نمو إن أي دولة نمو هذا أتكينه إن أي دولة شقيت هذا أتكينه وحك صوت دولة نمو ده نبكو أنا أين إن شاء الله كقدمنه وحكلو بدانو صوت يارين إيسا وهذا كي سوشي كرمان وحلو قد دفاعي من نبات الرئيب بلدان يقف كستو قريقي ساقاتي بلدان وحي قلي دونتا تقال كي تقال لميدا وحاك شركة لغولة ديري ريو وحان رمنا اي قبلوه كبيسة دوبان عانها قادان قفو لبنا قريقي ساقاتو واتقال اي بلدان امي دوبي دونتو عانا اسلان اي حدي شر وضياش اللقاء عربتر بلدان مالكشي يا برواقو اي هرمر ما انتا ساعة ان شاء الله وقعما يسوقين دوننا بلدان وايستيد صوماليات وايستيد صوماليات oo Soomaali dowladnimadeeda insha Allah taala iyo dariskeeda intaba inay wanaag iyo nabad kula dhaqmaan aad u jecel aad iyo aad baan idii salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.